أثار الداعية الكويتي عثمان الخميس ردود فعل وجدلا واسعا بعد حديثه عن القرآنيين الكفرة في إشارة إلى الأشخاص، هذا ما قاله: الأشخاص الذين يرفضون الأخذ بالأحاديث النبوية في أمور دين الإسلام، في حين دافع عنه آخرون معتبرين أن هيئة كبار العلماء في السعودية تتفق مع هذا الرأي. قال الداعية الكويتي في مقطع مصور نشره على حسابه في تويتر وحمل عنوان القرآنيون الكفرة، قال: إن هذا الذي يقول أنا لا أخذ شيئا من السنة وإنما أتبع القرآن فقط، هؤلاء القرآنيون الذين قال أهل العلم إنهم كفرة. وأضاف: هذا كفر بالله تبارك وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وأوضح أن رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم ردة، مضيفا طبعا هذا الكلام جمع جهلا وكفرة لأنه رد لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونبه إلى أن تفاصيل الحج والصلاة والزكاة والصوم جاءت في السنة ولم تأتي في القرآن. وهناك الحقيقة محاولات كثيرة من الخبثاء وأعداء الدين لترويج فكرة القرآنيون وهم منكروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليهدموا هذا البناء العظيم وهذه الركيزة الأساسية من ركائز الإسلام، ثم يمهدون بذلك لهدم الدين كله وربما هدم أو رد القرآن الكريم ذاته. نتابع ماذا قال الشيخ الداعية الكويتي عثمان الخميس ثم نعود. يقول: أنا لا أخذ شيئا من السنة وإنما أتبع القرآن فقط، هؤلاء القرآنيون الذين قال أهل العلم إنهم كفرة. هذا كفر بالله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا لا أجد أن رجلا متكئا على ريكته يقول: ما وجدنا في كتاب الله أخذناه وما لا فلا. ما يجوز هذا الكلام، رد السنة النبي صلى الله عليه وسلم ردة. طبعا هذا الكلام يعني جمع جهلا وكفرا، لأنه رد لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا في القرآن يقول: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا الصلاة وقال: وصلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا إذا كان دعوني أصلي كيف أشاء، هذا مثل ما وقع لأبي ذر الغفاري، يقول: كنت أصلي قبل، يعني لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تنزل الشرائع. أبي ذر كان من أول خمسة أسلموا في مكة، وكان جاء من غفار، فقال: كنت أصلي حتى أسقط. فقال هنا: كيف كنت تتوجه؟ قال: أينما وجهني الله. هذا نعم، لأن قبل التشريع هذا، لكن بعد التشريع خلاص. إذا واحد يقول بعد أحج متى ما أبي، أزكي متى ما أبي، كيف ما أشاء، بالكم اللي أبي، كل هذه الأشياء جاءت تفاصيلها في السنة، ما جاءت تفاصيلها في القرآن. القرآن ما جاء بتفاصيل الزكاة، ولا جاء بتفاصيل الحج الدقيقة، ولا جاء بتفاصيل الصلاة، ولا جاء بتفاصيل الصوم، وإنما هذه تفاصيلها في السنة النبوية. وليس فقط الصلاة والزكاة والحج، كل الحياة يعني أمور كثيرة حكى بها النبي صلى الله عليه وسلم.